ازيكم حبايبي، يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلام. تعالوا النهاردة هنعمل مع بعض القطايف. هنعملها بطريقتين، واحدة بالمحشية بالمكسرات وجوز الهند، والتانية محشية بالقشطة الصيامي، وممكن نعملها بالقشطة اللي هي الهيفي وبين كريم والنشا. انا عندي هنا 3 كوبايات من المية وكوبايتين من الدقيق، وبستخدم الكوبايات المعيارية. وعندي 2 معالق من البيكنج باودر، ونص معلقة كوباية من سميد البسبوسة الناعم، ونص كوباية من النشا، وذرة ملح. هضرب كل ده في البلندر او في الخلاط او في الكبة المتوفر عندك او في طبولة، تضربي كله مع بعضه. هحط كله مع بعض. والسكر اللي انا استخدمه هنا سكر بودرة، ما استخدمتش السكر الحب. تعالوا السكر اللي انا حطيته، هحط حوالي 2.5 معالق سكر، هي في حدود 1/4 كوباية. هضرب كل المكونات دهيت على البلندر، وبعد ما هتضرب هضربها كويس جدا جدا جدا، اتأكد ان كل المكونات اتمزجت مع بعض. وبعد كده هسيبها ترتاح حوالي 1/4 ساعة على ما اجهز الخلطة بتاعتي للحشو. انا عندي جوز الهند كنت جايباه، بس كان شريدت شوية من الماركت العربي اللي جنبي، فحبيت ان انا اطحنه شوية. طحنته شوية في الكبة، وحطيت شوية بندق او لوز او اي نوع مكسرات متوفر عندك. لو سوداني موجود اعملي سوداني، يعني انت مش مشترطة بنوع مكسرات. هحط حوالي 1/2 كوباية من المكسرات مع جوز الهند، وهحط معاهم 2 معالق من القرفة وشوية زبيب معاهم. مش هحط سكر عليه لاني مش عايزة القطايف تكون مسكرة قوي، كفاية السكر اللي موجود في العجينة والسكر اللي موجود في الجوز في الزبيب والجوز الهند والحاجات دي كلها. حطيت شوية من جوز الهند والزبيب والبندق وال 2 معالق القرفة بس، وخليت الخلطة. لو فاضت عندي خليها في علبة وشيليها لما تيجي تعملي اي حاجة تانية. دي الخلطة المعروفة عندنا في مصر دايما كنا بنعملها، بس كنا بنضيف ليها السكر. هاجي في طاسة هسخنها، ولما تسخن قوي الطاسة مع كتر الاستخدام ابقي حطي من تحتيها شياطة عشان خاطر ما تلسعش القطايف. اول ما القطايف تبتدي كلها تخرم من فوق، الهواء بتاعها بيطلع، تقومي شايلها على طول وتشيليها على فوطة وتغطيها، وتفضل زي ما هي كده لغاية ما تخلصي الكمية كلها اللي انت بتعمليها. بصوا كل الهواء طلع منها، ولازم القطايف تكون خفيفة. لو حسيتي انها تقيلة خففي شوية مية تاني. فلازم تكون خفيفة ما تكونش تقيلة. يعني انتوا شفتوا في الاول وانا بحب اصب كانت عاملة ازاي. هبتدي احشي القطايف على طول، ما سيبهاش لتاني يوم ولا حاجة، لان لو سبتيها هتفك منك وانت بتحمري زي ما بتعمل. عشان كده انا كل ما اجيب قطايف من برة كانت بتفك مني، عشان كده قلت لازم اجيب الطريقة المظبوطة اللي تتعمل بيها القطايف، وتتعمل بالطريقة المظبوطة دهيت. والمقدار دوت حلو جدا، لا بيحتاج خميرة ولا بيحتاج اي حاجة. عملت شوية منهم زي القراطيس كده عشان تتحشي بالكريمة، وممكن تحشي الكريمة وتقفليها وتحمريها، بس انا فضلت ان هي تتعمل تتزوق بيها. العسل اللي هستخدمه هستخدم 2 كوباية من السكر مع 1.5 كوباية من المية، وتسيبيهم على النار لغاية لما تدوسي عليها بصابعينك الاتنين تحس انها بتمط معاكي، يعني معناها ان هي العسل تخين. عسل القطايف وعسل الجلاش لازم يكون تخين، ما يكونش خفيف. هحط 2 نقطة ليمون معاها واسيبها تغلي على النار، مش هنقلبها عشان لو اتقلبت هتتسكر معانا. وهحط 2 كيسين فانيليا عود قرفة اللي موجود. ده النوع البافي بيستري اللي هو الصيامي، اللي هو نون ديري ما فيهوش اي كريمة. انا حطيت 1 كوباية منه على 2 معالق من النشا او 3 معالق من النشا، وحليتهم على النار لغاية ما شكله. بصوا العسل تقيل ازاي، هو ده اللي انا عايزاه. بصوا ده اللي انا بقول لكم عليه، لما تحطيها بين صابعك الاثنين تحسي ان هي بتمط معاكي وتطلع لفوق. هو ده الطريقة المظبوطة للعسل بتاع الجلاش وبتاع
الكنافة وبتاع القطايف، البسبوسة بتبقى أخف شوية. فهنحمر بقى الحاجة، تكون حاطين جنبينا مصفى فيها نحط فيها القطايف اللي هتطلع من العسل عشان برضو تصفي العسل بتاعها وتفضل مقرمشة. فضلت مقرمشة لغاية تاني يوم، وكانت في منتهى الجمال وسكرها مظبوط، وبجد لازم تجربوها الطريقة ده، هي سهلة جدا، ما بتاخدش معانا وقت، وبتعملي الحاجة في البيت بتطلع مظبوطة معاكي، وما ترقصي يعني، لازم تخلي لونه طالع يبقى دهبي كده، وبعد كده تحطيه على طول في العسل وتشيليه من العسل تحطيه في المصفى. دي كانت طريقتنا النهاردة للقطايف، يا رب تعجبكم. جربوها، واما تعملوها ابعتولي وروني الصور بتاعتها ونحطها على الصفحة، الصور والريفيو بتاعتكو للأكلة دهيت. وانا حطيت الكريمة بالطريقة دهيت وحطيت عليها شوية فستق، وكانت يعني كانت تجربة جديدة بالنسبة لي، بس عجبت الكل، وكانت طعمها فعلا جميلة جدا وتغيير للطعم. طبعا ممكن تحشيها بالنوع الكريمة اللي انا استخدمتها دي، كريم اوف بيستري، اللي هو زي الكاسترد بس صيامي نون ديري، مفهوش اي مواد البان، بس ممكن تستخدمي الهيفي ويبنج كريم وتحطي عليه التلات معالق نشا وتشكليهم، وتبقى القشطه الكدابه زي اللي قلتلكوا عليها، وتحطيها للقطايف. وده الفيديو، يا رب يعجبكم. و